تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، استضافت مملكة البحرين نحو 100 خبير عربي وعالمي في الجراحة التجميلية في أكبر تجمع طبي مختص بجراحات التجميل على مستوى الشرق الأوسط في مؤتمر البحرين العالمي الثالث لطب وجراحات التجميل والحروق. للجمال عنوان، وعنوانه سرور العين، ومتنه أسار العقل وتعلق القلب بجمال الجميل. من هذه النافذة يطل علينا مؤتمر البحرين العالمي الثالث للطب وجراحات التجميل والحروق. المؤتمر جمع ثلاثة مؤتمرات كبرى، هي مؤتمر 13 لجمعية جراحي الحروق التجميلي في الوطن العربي، والمؤتمر 9 لجمعية جراحي التجميل لدول مجلس التعاون الخليجي، ومؤتمر البحرين الثالث لجراحات التجميل والحروق، ليكون منصة لأهم الابتكارات والأساليب العلاجية ب99 خبيرا من مشاهير الجراحة التجميلية. هذه المؤتمرات هي بصراحة بتحقق شقين، الشق الأول هو التبادل العلمي بين مجموعة الأساتذة ومجموعة الاستشاريين ومجموعة الأخصائيين ونقل الخبرات المتبادلة ما بين الجميع لضمان أولا وصول الخدمة الطبية المميزة للمواطن العربي في جميع أنحاء المنطقة، بحيث لا يتميز المواطن الغربي عن المواطن العربي في تلقيه الخدمة الطبية بالنسبة لعلاج الحروق والإصلاح وعلاج جراحات التجميل عامة. الشق الثاني وهو المهم بالنسبة لنا كأساتذة الجامعات هو حصول الطلبة وصغار الجراحين على آخر ما توصل إليه العلم، لأن زي ما كلنا عارفين التنقل الآن بين البلاد المختلفة وحضور المؤتمرات الدولية أصبح مكلف وصعب في نفس الوقت. يصاحب هذا المؤتمر معرض طبي يضم أحدث وسائل العناية وعلاجات التجميل في الشرق الأوسط، إلى جانب الأجهزة المتطورة في هذا المجال، فضلا عن تقديم الاستشارات الطبية. نأخذ مكاننا على خريطة العالم، العالم دائما الأول، أوروبا وأمريكا متصورين أن هم الوحيدين المتمكنين من هذا التخصص. أنا بدأت العمل سنة 70، أيوة كنا موجودين، إنما كنا في درجة أوطى. بصراحة اللي بيتعمل النهاردة في جميع أنحاء العالم يمارس في هذه المنطقة، مش لأن إحنا اجتهدنا وبس، لا، لأن وسائل الاتصال بقت أسهل، السفر بقى أسهل، المشاركة بقت أسهل. الحاجة التانية إحنا ما نبقاش عارفين العالم بيحصل فيه إيه، وما بقاش عارف اللي بيحصل في البحرين إيه، أو في لبنان إيه، أو في السودان إيه. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة تبادل خبرات، ما يصلح لبعض البلاد قد لا يصلح بضرورة لبلاد أخرى. المؤتمر يبحث في شؤون جراحة التجميل والحروق على ضوء المستجدات الطبية والعلمية الحديثة والتجارب الميدانية الذي تنظمه وتحشد له كافة جهود وخبرات وإمكانيات أطباء وعلماء وخبراء من 32 دولة. المحاضرة الحقيقة اللي مشارك فيها في مؤتمر البحرين، أول شيء بشكر دكتور طارق على الجهود الكبيرة بتنظيم مؤتمر البحرين. الحقيقة مؤتمر عالمي وفي حضور كثير من الأطباء العالميين، ومؤتمر مهم جدا للرابطة العربية وللجمعيات الجي سي سي الخليج ولمؤتمر البحرين، والحقيقة في حضور كثير كبير من كل دول العالم. محاضرتي أنا حتكون عن شفط الشحوم بالليزر. شفط الشحوم بالليزر الحقيقة طريقة جديدة بدأت من 10 سنوات، وأنا كنت من رواد الطريقة هاي في سوريا وفي دبي من 2005. الطريقة هاي بتساوي نتائج جدا رائعة، بسمي ليبو سكالبشرينج، يعني نحت الجسم التجميلي بدون نزف، بدون ألم، بدون خطورة. المريض ممكن تساويها بالتخدير الموضعي وبعد نص ساعة أو ساعة يرجع البيت، وتاني يوم يرجع لدوامه. ممكن نشيل كميات كبيرة، 8 لتر 10 لتر، أول ما كنا نشيل أكثر من 4 لتر لأنه كان يصير نزف أو سايد إفكت أو اضطراب بالشوارد أو آلام شديدة. الآن ممكن نشيل كميات كبيرة بدون أي خطورة، والجلد بيكون مشدود وبيرتسم الجسم رسم تجميلي.
مجال طب وجراحة التجميل يعتبر أحد المرتكزات الهامة والدقيقة في المنظومة الصحية والمكملة للرعاية والخطة العلاجية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المجال الطبي. لذلك سعت مملكة البحرين إلى توفير هذه الخدمات والاستمرار في تطويرها من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية. من مؤتمر البحرين العالمي الثالث للطب وجراحة التجميل والحروق، يعد فرصة سانحة ليجمع من خلاله المختصين والخبراء لمناقشة آخر التقنيات والتطورات في الجراحات التجميلية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.